أول مرة أبكي بهالكمية. أنا ما كممثل ما أعرف أبكي. كان بكي حقيقي ولا؟ في وفي في يعني مشهد اللي كان بين العم أبو بدر سعد الفري والعم أبو خالد اللي أول ما يلتقون ودني حق أمي، أنا هذا شوي يعني ضايقني شوي. بسم الله عليكم بسم الله على أهلكم، حالات الزهايمر وايد بالبيوت مثل ما يقولون، فهذا شوي هذا في اشياء. لا والله اشياء نعيز واحنا نحطها للجلسرين، هذا الدموع ما تطلع اصلا. ايش رايك منال، احسن ان الواحد يعني يحاول تطلع دموعه حقيقيه ولا مو لازم؟ شوفي انا احس على حسب المشهد، اذا المشهد لامس الفنان اكيد دموعه. يعني انا مثلت وايد اعمال وما ادري ليش كل عمل امثله درامي لازم يكون في بكي، ما المخرجين كذي حاطين وجه حزين. وجه حزين تحس انت وجه حزين ما ادري والله وجهها مبتسم ما ادري اكيد احمد لازم تجابني وايد عشان تتاكد. اوكي فانا احس على حسب المشهد، في مشاهد صدق يعني لا شعوريا، يعني انا بمسلسل الوداع وايد بكيت، مسلسل مطر صيف كل البكي حقيقي وايد، يعني المشاهد كلها كانت مؤثره، مشاهد البكي الموت، في اشياء تلامس الفنان، ترى بالنهايه فنان حساس وعنده مشاعر، عنده بس في مشاهد تكون لا يعني هي مشاهد مكتوبه، يعني مو عاد اذا كتب المؤلف ان هنا يبكي فلان فاحنا لازم ان نبكي. ساعات كفنان ما تحسينها، يعني اذا تحسين ان انا اكون حزين ما اكون قاعد ابكي على سبيل المثال. بس على طاري الاحساس في مسلسل نوح العين، اي استاذ مصطفى رشيد اقدم له تحيه المخرج، نعم. كان مشهد اللي هو تموت امي الفنانه مرام بسم الله عليكم، ما راضي تطلع بكي، فقالها بالمايك بالصوت شيء قدام الكل، انا شنو هذا دور كله احساس ويبي لي ممثل ما عنده احساس. انا صكت فيني الدنيا بكى صدق. اي والله كان قاعد وانا مجاب الطوف مضطه كبدي ارد عليه تمساكت، كان تغرق عيوني كان يقول اكشن، كان اشوف المشهد يقول بس كات سويته بكيتك، قلت له الله يسامحك استاذ. كان قاصدها الظاهر. اي كان قاصدها. اي فساعات في مثل ما قالت في اشياء تحسينها انت، سواء مو شرط نفس الموقف يكون، ساعات تحسينها وساعات هو المؤلف يبي بكي والمخرج يبي بكي، بس احنا كفنان ما احس ان الموقف ما او لازم يهيئونكم بشكل او باخر.